مقدمة، ولكن حصل تغيير من ثانية المراكز وصلت ظن. هناك إبراهيم بن سالم بن راشد المنصوري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث والوصول والتحدي الجميل والمميز هناك من الجانب الآخر والوصول الجميل. هناك وصلت قمرية سلطان بن ريب بن محمد المنصوري على المركز الثالث والمركز الرابع. وصل هناك راعي الطيرة، وصل الشعار المميز والرائع هناك الحذرة. هناك وصلت في صنايع عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري على المركز الثالث في هذه اللحظات الجميلة والرائعة. المركز الرابع هناك الوصول، الله 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 الله، التحدي من نصيبة مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك الوصول من خطيرة سلطان بن راعي بن خيرة الشامسي على المركز السادس، سابع المراكز والوصول الجميل. هناك وصلت فيه على سابع المراكز الشاهنية حميد بن راشد بن ناصر الدرعي والمركز الثامن، والمركز الثامن على الوصول والتحدي الجميل من انتصار السيف بن علي بن دلوان الاكتبي. وتاسعا وين الوصول من تاسع المراكز، هناك على تاسع المراكز والتحدي الجميل والرائع والمتميز هنا الشواهين، شواهين راشد بن مر بن سعيد بن حلوة الاكتبي. ونختتم النداء مع هناك الشانية حميد بن راشد بن سليمان الغداني هنا على المركز العاشر. الله 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 الله، تحدي مميز رائع مميز، وتبادل المراكز من المشاركين والمتميزين. ولكن العودة إلى هناك المقدمة، إلى الشاهنية على المقدمة على المركز الأول حميد بن راشد بن ناصر الترعي غايدا لهذه الجموع الغفيرة، بينما المركز الثاني هنا الوصول من الجافل، تدخلت الجافل من حيث لا نعلم. هنا سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي على ثاني المراكز، وصلت جمرية، وصلت جمرية على ثالث المراكز، حمد بن محمد بن سالم العمري. الله الله، المركز الرابع هنا على المركز الرابع والوصول من اليريوة احمد بن راشد بن مصبح الظاهري، وخامسا هنا الوصول من الجانب الاخر والتحدي الجميل والرائع. وصلت هنا وصلت يض حسن بن سعيد بالكيلة العامري، ولكن العودة الى المقدمة، العودة الى الرقص الجميل والرقص المميز والشاهنية على المقدمة، الشاهنية على الصدارة على القيادة حميد بن راشد بن ناصر الدرعي. الله، المركز الثاني هنا اليريوة، وصلت تحدت اليريوة هنا احمد بن راشد بن مصبح الظاهري، تسللت الى المركز الاول. ثالثا هنا الوصول من يض حسن بن سعيد بالكيلة العامري، رابعا غدير هنا مبارك بن محمد بن نصرة العامري، ولكن العودة الى المقدمة الى يض على المقدمة على الصدارة على المركز الاول حسن بن سعيد بالكيلة العامري، ولكن التسلل من الجانب الآخر قدير. وصلت غدير في اللحظات الأخيرة، هناك قدير مبارك بن محمد بن نصرة العامري. الله، اللحظات الأخيرة واللحظات الحاسمة، ولكن غادرت غدير إلى خط النهاية معلنة الفوز، معلنة الناموس، مهديتها إلى مالكها. هنا مبارك بن محمد بن نصرة العامري، تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت هنا يضا حسن بن سعيد بالكيلة العامري، والمركز الثالث وصلت فيه هناك على المركز الثالث الريمة ناصر بن صقر بن سالم الوهيبي، والمركز الرابع هناك على المركز الرابع وصلت فيه اليريوة أحمد بن راشد بن مصبح ظاهري، وخامسا الشاهنية وصلت على خامس المراكز حميد بن راشد بن ناصر الدرعي. إذا شفنا التحدي الجميل والرائع، وشفنا الانطلاقات الجميلة والمميزة، وشفنا من انطلاقة الفوز والناموس في اللحظات الأخيرة غدير المملوك المبارك بن محمد بن نصرة العامري. هذه لحظات تسللها تشاهدونها على سيدة القنوات الرياضية قناة أبو ظبي الرياضية، وتوقيتها الزمني 4:27 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المبارك بن محمد بن نصرة العامري، المركز الثاني وصلت فيه على ثاني المراكز
هناك على ثاني المراكز يضع حسن بن سعيد بالكيلة العامري، والتوقيت الزمني 4 دقائق 28 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس والمركز الثالث، ووصلت فيه على ثالث المراكز الريم ناصر بن صقر بن سالم الوهيبي، وتوقيتها الزمني هنا 4 دقائق 28 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ.